أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة
السماء.
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهانا يسألونك عن الساعة أيان أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لا والله أكبر.
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ويسر أمورنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وارحم موتانا بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم اغفر لمن كانت القراءة بسببه. اللهم اغفر له وارحمه ومن جناتك لا تحرمه واغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد واجزه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعله يا ربنا مع الذين قلت فيه وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. واجعله يا ربنا مع الذين قلت فيهم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا
تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر اللهم لنا وله ولسائر موتانا وموتى المسلمين كافة عامة في مشارق الأرض ومغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.